وكالعاده بنبتدي معاكم دايما حلقتنا باهم الاخبار والكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي من خلال الصحافه. الاهرام استبعاد براس من الترشيحات بسبب تواضعه الفني ودوره في انتقالات اللاعبين. اصوات تطالب بالابقاء على يوسف وعدم التعجل في ملف المدير الفني الاجنبي. المصري اليوم، الاهلي يصرف النظر على ستيف بروس. المساء، مصير يوسف يحدد نتيجة لقاء الفريق مع جمال أثيوبي. انقسام في الأحمر حول الإبقاء على المدرب العام واستقدام مدير فني أجنبي. الأخبار، الأهلي يؤجل حسم ملفات الكرة وأجاي يظهر في التدريبات وتفاؤل بالروح القتالية. الجمهورية، الأهلي حائر والمدير الفني غامض. الشروق، الخطيب يتعهد لمجلس الأهلي بحسم ملف المدير الفني سريعا. رئيس النادي للأعضاء، نفاضل بين ثنائي أجنبي، التسرع غير مفيد ولم نتوصل الاتفاق مع براس. المصور الرياضي، قرر تأجيل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الخطيب لأعضاء مجلس الإدارة. أنا عارف بعمل إيه كويس. مجلة الأهلي، العمق الهجومي يستعيد الخطورة، الأهلي واصل تحسين الصورة. مجلة الأهلي، حبيب الملايين يبدأ المغامرة الثلاثين، الأهلي يستهل مشواره في دوري الأبطال الأفريقي أمام جمال أثيوبي. في الأخبار المسائي، عاشور جاهز للمواجهة الأفريقية. مجلة الأهلي، محمود وحيد بعد الانضمام للقلعة الحمراء. وأخيرا حققت حلم حياتي، وافقت فورا على ارتداء الفانيلا الحمراء ولم يكن لي أي شروط. مجلة الأهلي، بعد الإطاحة بالزمالك من دور الثمانية، كتيبة السلة جاهزة لنصف نهائي دوري المرتبط أمام سبورتينج.